فهتكلم على الكاميرون وغانا لان هما النهارده ممثلينا في هذه البطوله. رايك في الكاميرون النهارده، وهل هي الكاميرون فرطت النهارده في فوز بالنسبه لماتش النهارده؟ مش فرطت في الفوز بقدر ما هو ريجوبير سونج يعني من اول البطوله، حتى من قبل البطوله كل التوقعات كانت بتقول انه الكاميرون مش هتظهر بالشكل اللي احنا ليه ده سامويل ايتو قال لك انا رايح اخد كاس عالم هو والمغرب. اه تمام، يعني انا بقول لك يعني اصل ده رئيس الاتحاد، فبالتالي رئيس الاتحاد بيوصل الاهداف ليه هو برضو عشان يعني عشان ما نتجناش على سامويل ايتو والتصريح بتاعه. هو التصريح بتاعه زي ما يكون تحفيزي اكتر من ان هو بيستيت فاكت، فاهم قصدي؟ ان هو بيقول حقيقه يعني ان احنا هنروح في فاينل كاس عالم، بيقول لا يعني احنا فرقه كويسه وطموحاتنا ان احنا نوصل للفاينل وهنلعب المغرب في الفاينل واحنا اللي هناخد البطوله كشيء من من الفانتزي يعني، فاهم قصدي؟ واختيار المغرب عشان يعني برضو هم يعني يعني فرقه افريقيه يعني استكمالا في الفانتزي او استكمالا في العبث، فاهم قصدي؟ بس هي ريجوبير سونج مش مقنع خالص. ما ينفعش الماتش الاول اللي معاك فينسنت ابو بكر موجود على الدكه، واحد من اقوى المهاجمين بغض النظر عن تصريحاته ضد محمد صلاح، بس هو بالفعل واحد من اقوى المهاجمين اللي موجودين في القاره الافريقيه، سواء مع المنتخب الكاميروني او سواء قبل كده لما كان بيلعب في بورتو او حاليا مع النصر السعودي. ما ينفعش يبقى عندك فينسنت ابو بكر على الدكه وبتلعب شوبو موتينج. مع احترامي الشديد لشوبو موتينج، والله من غير احترامي الشديد، ما عادي لعيب وحش يعني عادي، مع احترامي ليه كشخص بس مش كأداء فني لمجرد ان هو بيلعب في البايرن. لا على فكره في المنطقه العربيه وفي افريقيا في مهاجمين احسن من شوبو موتينج بكتير، منهم فينسنت ابو بكر اللي مكسر الدنيا مع النصر السعودي النهارده. حتى شفنا اللي كنا بنتكلم عليها في الاوف اير، اللوب اللي عمله في الجون ده، هو طبعا بيعمله للشهره لان هو كان متخيل ان هو اوفسايد، حتى رد فعله بعد ما جاب الجون ما احتفلش، ولما الرايه اترفعت هو كان عارف ان هو اوفسايد. عادي هو كان عارف ان هو اوفسايد وبعدين اتحسبت له، فبختك يا ابو بخيت يعني. تقدم وبعدين العودة من بعيد جدا، صربيا عليها 200 علامة استفهام. نظرا لمستوى صربيا اقدر اقول انه الكاميرون ضيعت فوز من ايديها، بس مردودا على اللي بيقدمه ريجوبير سونج المدير الفني الكاميروني مع الاسود، لا الكاميرون مش بس مش خلي بالك، خلينا بس متفقين ان بعد الهدف اللي احرزه الكاميرون ومن الهدف لغايه لما صربيا ابتدت تعود مره اخرى، صحيح الكاميرون ما كانش موجوده. الكاميرون عادت بعد الهدف الثالث، يعني الكاميرون انا شفتها، انا حتى لما نزلت بوست على التويتر عندي قلت الكاميرون كان تايه او تايه، فوجئت ان هم تحولوا بعد الهدف الثالث، ويعني شفت كاميرون تاني خالص. صحيح. عشان كده برضو ده يعني هربطها بماتش غانا، بس لما اروح ماتش غانا ان تقريبا الدول الافريقيه او المنتخبات الافريقيه لما بتجيب هدف وتحس انها مستريحه يعني بتسترخي تماما.